لو كان الاتجاه للمدرب الشاب، فأحمد حسام ميدو هو أصغر المرشحين سناً. في أسباب تميز ميدو عن باقي المرشحين لتدريب الفراعنة. مدرب واعد كان أصغر مدرب مصري يحصد بطولة. أكتر المرشحين فهماً لفكر الجيل الحالي من اللاعبين. أكتر مرشح مطلع على طرق اللعب الحديثة. بيعرف يرجع اللاعبين لمستواهم. وبيجيد اكتشاف المواهب. وزي ما في إيجابيات بتميزه، في كمان عوامل سلبية. تجارب ميدو كلها مع الفرق السابقة ما طولتش كتير، لكن الهدف المرة دي هو منتخب مصر، ومع المنتخب بتكون الأمور مختلفة.